المطار احنا طبعا بدايه المطار موجود اكو مركز صحي. نعم. هذا المركز الصحي هو المطار كليته. نعم. وداخل الصالات اكو وحده رعايه المسافرين اللي هي نعم. ايضا مرتبطه بوزاره الصحه. نعم. وكذلك يعني هو عنده تنسيق مع المركز الصحي. احنا داخل الصالات اللي نقدر نقدمه موجود عندنا اسعافات فوريه، موجود عندنا رعايه مسافرين حسب الحاله. نعم. اما اذا حاله يصعب انه علاجه هنا بالتأكيد نعم. ينتقل إلى خارج المطار مطار. لأنه أكو ضوابط وتعليمات هي معدة من وزارة الصحة. نعم. ما أعرفها ولا يعني أجهلها صراحة أنا، ولكن أنا في وقت سابق سألت وحدة رعاية المسافرين يا بي ليش نعم. إنه ماكو واية أدوية. نعم. أشوفكم أشياء معينة عندكم. معينة بالضبط. فكانت الإجابة إنه ضوابط وزارة الصحة إنه إحنا عندنا اللي هي تسهم بإنقاذ حياة الإنسان. نعم. ما نقدر احنا هناك وش نقدم له. نعم نعم. فهذا الاجراء يعني اذا اجراء بدائي يعتبر. نعم هو اللي حفظ سلامه